أول خبر، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني حط شرط مهم لعودة محمود كهربا لاعب الزمالك للمنتخب، وكلف حد من معاونيه أنه يكلم كهربا ويقول له الشرط ده. الشرط هو أنه كهربا يلعب بانتظام ويقدم مستوى ثابت، وده عشان يكون ضمن عناصر المنتخب في معسكر مارس اللي المنتخب حيواجه فيه النايجر في آخر جولة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019. تمام، اتحاد الكرة فتح خطوط اتصال مع عدد من الاتحادات الأفريقية في الدول المجاورة للنيجر عشان طبعا ينسق لمنتخبنا مباراة ودية خلال أجندة فيفا طبعا شهر مارس الجاري قبل مواجهة النيجر الرسمية في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. اتحاد الكرة قرر مخاطبة الدول دي تحديدا عشان يكون ماشي على لائحة فيفا اللي طبعا بتمنع إقامة أي وديات بين منتخبين من دولتين من قارتين مختلفتين في أجندة دولية واحدة، ومرينا بالكلام ده كتير جدا، إلا بشروط أهمها مرور 5 أيام بين المباراة الأولى والتانية، وده طبعا صعب في ظل أن أجندة مارس هتكون 9 أيام بس. طب معنا